السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبانها. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا: يا رسول الله، إن التوراة كتاب الله، فدعنا نقم بها في صلاتنا في الليل، ودعنا نعمل ببعض ما في التوراة من أحكام. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي ورسولا وبالإسلام دينا، وإذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، واعملوا بجميع أحكام الإسلام، ولا تتركوا منها شيئا. وإياكم أن تكونوا كاليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولا تكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، بل يجب أن يكون الهوى دائما تابعا للدين. والإسلام دين صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان وطرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من المعاصي. وهم الشيطان وشغله الشاغل أن يجر الإنسان خطوة فخطوة، يبدأ بالوساوس، ثم صغائر الذنوب، ثم الكبائر، وأخيرا الكفر بالله. إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة، فاحذروه واتخذوه عدوا. أنت تنام وهو يخطط كيف يضلك ويغويك. نعوذ بالله من كيد الشيطان وطرق الشيطان وخطوات الشيطان، فإنه القادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين.